رابا اي سي اي. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الحمد لله الحمد لله الذي امتن على عباده بنبيه المرسل صلى الله عليه وسلم وكتابه المنزل حتى اتسع على أهل الأفكار طريق الاعتبار بما فيه من القصص والأخبار واتضح به سلوك المنهج القويم والصراط المستقيم بما فصل فيه من الأحكام وفرق بين الحلال والحرام. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الذي نزل الفرقان عليه ليكون للعالمين نذيرا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الذين تذكروا بالقرآن وذكروا به الناس تذكيرا. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم ما تعلم القرآن وعلمه وقال عليه الصلاة والسلام يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وقال عليه الصلاة والسلام إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. وقال عليه الصلاة والسلام من قرأ حرفا من كتاب الله تعالى فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها. وقال عليه الصلاة والسلام من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله الجنة وشفعه في عشرة من أهل بيته كلهم قد وجبت له النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. الحمد لله الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وبارك على محمد وأزواجه وذريته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وحمدة أسد الله وأسد رسوله. اللهم اغفر للعباس أولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنوبا. الله الله في أصحابه لا تتخذهم غرا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وسلطان العادل ذل الله في الأرض، من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله، أحسن، جزاكم الله خير. جار خليفار آدرشে প্রতিষ্ঠিত রাবা ICM